بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد الشاعر من اي تي اوت بريك، العلم بين ايديك. النهارده هنتكلم في حلقه جديده داخل مجموعه الحلقات الخاصه بكورس الام سي اس اي 2012. حابب بس اقول لكم ان يا ريت بس يعني ايه ما نتصيدش الاخطاء لبعضينا في الكورس، يعني يكون الموضوع مرن اكتر من كده. يعني وانا قاعد بسمع الحلقه بتاعت المره اللي فاتت لما كنت بتكلم عن المقدمه، لقيت ان انا بقول لك ان الام سي اس اي كانت بدايتها كانت ام سي اس اي 2003. لا، هي كان في فيرجنز قبل كده، بس انا قصدي يعني الشائع، قصدي الشائع اللي احنا شغالين فيه او الكورسات اللي موجوده على الانترنت او المشروحه كانت من اول 2003. اعتقد ان انت ما لقيتش مثلا حاجه ليها علاقه بسيرفر 2000 مشروحه بالعربي. يعني خلينا نمشي بالموضوع بشكل اكثر سلاسه. طيب، انا جاي النهارده اكلمكم عن مقدمه لشهاده الام سي اس اي 2012 عشان حضرتك تبقى فاهم انت هتمشي ازاي وهتختار ايه. فانا جبت البرنامج الوان نوت بتاعي وانا محضر الكورس بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. هنلاقي ان ام سي اس اي 2012 او مايكروسوفت سيرتيفايد سولوشن اكسبرت بتكون ماشيه بالشكل دوت، او مجموعه الكورسات الخاصه بمايكروسوفت في هذا الجزئيه بتكون ماشيه بالشكل دوت. هو بدايه مايكروسوفت قالت لك لازم لو انت حضرتك ما عندكش اي خلفيه بنظام الاي تي، ايه هو نظام الاي تي الاول؟ يعني انتوا واخديني في الكلام كده ونسيت اقول لكم يعني ايه اي تي. اي تي هي حرفين، اول حرف اي وتاني حرف تي، هما اختصارا لانفورميشن تكنولوجي او تكنولوجيا المعلومات. يعني ايه تكنولوجيا المعلومات؟ يعني حضرتك في الطبيعي ان كان عندك زمان شوية ورق وشوية اقلام، كنت حضرتك بتكتب كل الشغل بتاعك على ورق، وكل المراسلات كنت بتعملها على ورق، ولما كنت بتحب تأمن الورق ده كنت بتحطه في خزنة، تمام؟ ولما كنت بتحب ان محدش يشوف الورق دوت وانت بعته لحد تاني كنت بتحطه في ظرف، والظرف تدبسه وتعلم بالقلم كده على الظرف من الحته اللي ملزوقه عشان لو حد فكر ان هو يفتحه يبان ان هو اتفتح. يعني كنت بتحاول تستخدم اساليب تقليديه او يدويه لاجراء بعض الاشياء على هذا المستند. دلوقتي قال لك لا، احنا هنجري تكنولوجي او هنوضع تكنولوجي على هذا الملف بشكل مختلف. فحضرتك بقى دلوقتي الملف اللي كنت بتكتبه بايدك بقى دلوقتي ممكن تكتبه على الكمبيوتر من خلال الوورد مثلا، وبقى ممكن تحميه من خلال ان تحط له باسورد، وبقى ممكن تبعته عن طريق الايميل، وكان ممكن كمان تعمل له انكريبشن او تشفير وهو بيتبعت، وتقدر تعمل عليه حاجات كتير قوي، تمام؟ فاذا التكنولوجي اللي موجوده عندنا احنا طبقناها على المعلومات اللي موجوده عندنا، فاصبحنا بنستخدم تكنولوجيا المعلومات. وتكنولوجيا المعلومات ليها علاقه بكل ما كل شخص بيعمل في مجال الكمبيوتر، يعني او كل شخص بيعمل في مجال المعلومات عموما. يعني حضرتك لو انت راجل ديفلوبر، الديفلوبر ده بيطور شيء علشان هندلت او يظبط الداتا بشكل معين. يعني الشركه عندها مخازن، عندها مبيعات، عندها مشتريات، فبتجيب الراجل البروجرامر يعمل لها بروجرام سواء اذا كان ديسكتوب ابلكيشن او ويب ابلكيشن. الراجل دوت هو المسؤول عن ان هو ياخد الداتا اللي عند الراجل سواء اذا كانت مكتوبه او موجوده في اكسل فايلز او في اكسس فايلز، ياخدها يدخلها في داتا بيز موجوده عنده ويبتدي يعمل لها انترفيس ويبتدي يعمل الايكويشنز بتاعته علشان يخلي البرنامج يشتغل بشكل سليم ويطلع الريبورتس اللي عايزها الراجل صاحب المنشاه. فهو ده مفهوم الانفورميشن تكنولوجي. فمايكروسوفت قالت لك لو حضرتك اول مره تمسك كمبيوتر، واول مره استنى بس ما تزعلش، انا عارف انك اول ما قلت لك اول مره تمسك كمبيوتر دي رحت زعلان وتقول لي لا ده انا من زمان في موضوع الكمبيوتر دوت وبصلح كمبيوتر مش عارف ابن خالتي وعندنا ناس في الشارع عندهم سايبر انا بروح اشتغل فيه وقبل كده دخلت التريننج مش عارف. يا سيدي انا عارف ان انت راجل زي الفل، بس انت درست كمبيوتر؟ درست، رحت خدت كورس مش عارف في معهد ايه وخدت كورس ويندوز وكورس اكسل. هايل جدا الكلام انت بتقوله، يعني الكلام دوت ليه علاقة بالاي تي؟ يعني الكلام ده لو انا خدتك حطيتك في اي ادارة اي تي وقعدت اتكلم معاك بالمصطلحات اللي هما بيتكلموا بيها هتفهمها؟ سكت ليه؟ هتفهمها ولا لا؟ كده احنا وصلنا للمعنى اللي انا عايز اوصله لك، ان مش انا قصدي ان انت وحش او مش قصدي ان انت ما بتفهمش حاجه، لا
انا قصدي ان انت اشتغلت في بيئه اي تي قبل كده، حتى لو هيلب ديسك او عندك معلومات عامه او خدت كورس قبل كده ليه علاقه بالاي تي. سيبك انت من موضوع الوورد والاكسل والكلام ده. لا هتقولي لا، طيب خلاص طالما لا يبقى حضرتك تروح تاخد الكورسات المبادئ بتاعت مايكروسوفت. عندهم 3 كورسات، هي الويندوز سيرفر ادمنستريشن فاندمنتالز او مبادئ او اساسيات اداره السيرفر، وده رقم 365، والنتوركينج فاندمنتالز او مبادئ الشبكات، وده رقم 366، والسكيورتي فاندمنتالز او مبادئ الحمايه، وده رقم 367. الناس دي بتوع مايكروسوفت كانوا قبل ما ابدا في الكورس دوت كان في امتحان قبليهم كمان، يعني الثلاثه دول كان في واحد رابع عليهم اسمه ويندوز اوبريتنج سيستم فاندمنتالز، وده انا شرحه على الانترنت على موقع اي تي اوت بريك، قلت نشرح الويندوز اوبريتنج سيستم فاندمنتالز ده كمبادئ. بس تقريبا لما جيت اشرح الكورس دوت كانوا هم هندلوا الدنيا وشالوه لان ما لقيتش ليه اثر. وتقريبا انت لما تخش في الكورسين بتاع السيرفر ادمنستريشن فاندمنتالز والويندوز اوبريتنج سيستم فاندمنتالز اللي بقول لك عليه اتشال، هتلاقي ان الكلام تقريبا متشابه ببعضه وفي رغي كتير متشابه، فاعتقد ان هم اختصروها في 3 امتحانات. طيب يا باشمهندس، يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ اسمع بقية الحلقات اللي انت بتشرحها ولا اروح اخد الكورس؟ لا ما تروحش تاخد الكورس. لو انت بتاخده في اي مكان تاني تمام، او الشخص اللي بيدرس لك الكورس مش هيشرح لك بالتفصيل، روح خد الكورسات دي الاول عشان تتعلم، عشان تعرف التفاصيل، عشان تعرف المبادئ، وحتى لو هتاخدها سيلف ستادي يعني هتجيب الكتب وتقعد تذاكر مع نفسك. لكن الشخص لو زي حالتي كده هيبتدي يتكلم بالتفصيل ويجي في كل نقطة يقعد يرغي ويوجع لك دماغك، لا ما تاخدهاش وخليك ايه، خليك معانا علشان احنا هنشرح بالتفصيل شوية، فما تقلقش. طيب هبتدي بعد كده يقول لك الاسوشيت ليفل، يعني اول واحد الانتري ليفل، مستوى المبادئ او الدخول لهذا المجال. الاسوشيت ليفل اللي هو ايه، بيلحق بقى تمام، بيلحق ايه، بيلحق او بيدخل في هذا المجال. فقال لك ان احنا الاسوشيت ليفل لويندوز سيرفر 2012 هتاخد فيها 3 كورسات. ال3 كورسات دول هم الانستولينج اند كونفيجرينج ويندوز سيرفر 2012، ده رقم 410، وهو ده اللي هنبدا بيه ان شاء الله. ولو تلاحظوا ان انا حاطط هنا على اليمين حاجه اسمها 410، هو ده الكورس اللي هنتكلم عليه ان شاء الله. الكورس رقم 2 ادمنستريتنج ويندوز سيرفر 2012، وده رقمه 411. تالت كورس كونفيجرينج ادفانسد ويندوز سيرفر 2012 سيرفيسز، ده رقمه 412. التلات كورسات دول لما حضرتك تاخدهم تحصل على شهادة ال MCSA 2012 مايكروسوفت سيرتيفايد سولوشن اسوشيت اللي انا اتكلمت عليها في الحلقة اللي فاتت. بعد كده لو خدت انت الكورسات دي هتبقى في مستوى الاسوشيت. ايه الفرق ما بين الاسوشيت والاكسبرت، او خلينا نقولها بالمفهوم الدارج ما بين الاي تي، ايه الفرق ما بين الادمنستريتور والانجينير؟ الادمنستريتور هو الراجل اللي بيشتغل في الدومين انفايرمنت او في الاي تي انفايرمنت اللي هي معموله اوريدي، اللي موجوده بالفعل تمام، يعني مش محتاج يديزاين الدنيا من البدايه، مش محتاج يبني الدنيا من البدايه، هي الدنيا موجوده وهو بيبتدي يشتغل فيها يديرها او يعدل على بعض الاشياء، او لو اتطلب منه حاجات جديده يبتدي ينفذها، بس الدنيا اوريدي قائمه. اما الراجل الانجينير هو اللي بيكون موجود في البدايه، اللي هو بتبقى الدنيا لسه صفر والسيرفرات ما هي الا حته حديده موجوده، يبتدي هو اللي يمانج الدنيا ويبتدي يتكلم مع الكاستمر ويقول له انت طلباتك ايه، فيقول له بناء على هذه الطلبات احتياجاتك كذا. عايز اقول لك ان احنا في اماكن كتير بنخشها بيكونوا عايزين يطبقوا الاي تي انفايرمنت بشكل كامل ويصرفوا مصاريف عاليه جدا، بس احنا بنقول لهم لا احنا هنشتغل ورك جروب، او بالمعنى الدارج ما بين الكمبيوتر يقول لك هنشتغل بلدي، يعني الشغل البلدي دوت ان هو احنا ما فيش دومين تمام. طب انت ازاي راجل بتاع اي تي وبتقول للعميل انت مش هتشتغل دومين؟ ايوه مش هتشتغل دومين، لان الاجهزه اللي عندك حجمها اقل بكتير من ان هي تكون محتاجه سنترلايز ادمنستريشن عشان تعمل لها اداره 25 جهاز ولا 50 جهاز، محتاج دومين في ايه تمام. ده يعني لو حصل مشكله كل يوم في جهاز الادمنستريتور او الراجل الهيلب ديسك اللي قاعد هيروح يحلها وخلص الموضوع على كده. ايه المشاكل المتوقعه؟ لا بالعكس، انت هتحط نفسك في هيدك او صداع او كميه كبيره من المشاكل من هذا الدومين على بيئه
فيها حجم اجهزه صغير، يبقى انت هتدير ايه؟ ما انت لازم تفهم انت بتستخدم الحاجه في ايه. انت عامل بالظبط زي شخص الشقه بتاعته فيها اوضتين وصاله، راح ركب فيها ساوند سيستم. طب بتركب ساوند سيستم في ايه؟ انت لو حطيت التسجيل او شغلت الموبايل في الصاله، الاوضتين التانيين هيبقى مسموع فيهم الصوت. بتركب ساوند سيستم ايه وسماعات في الاوض انت بتعمل ايه؟ تمام. فلازم برضو تكون عندك تقدير للموقف، مش موضوع ان انا دارس اي تي او دارس كورسات خاصه بالاي تي يبقى اروح في اي حته بقى اقعد ايه اشتغل وخلاص. طيب احنا بنخرج على مواضيع على فكره. طيب فالادمنستريتور هو اللي بيشتغل في هذا المجال الثابت، اما الانجينير هو اللي بيوضع الخطه وبيطلب الحاجات اللي عايزها ونسخ السيرفر المطلوب على وفقا للهاردوير الموجود، وهو اللي بيبتدي انستول، والادمنستريتور ده بيبقى قاعد بيساعده. وعلشان كده بتلاقي ان كل الشركات الاوت سورسنج، يعني ايه اوت سورسنج؟ يعني بيقدموا الخدمات للاي تي ديبارتمنت في مختلف الاماكن. فيجي مثلا مكان زي شركة بترول مثلا، ونفترض شركة بترول بلعيم، شركة بترول بلعيم عندها مجموعة من الناس الهيلب ديسك الشاطرين اللي ذاكروا شوية وبقوا سيستم ادمنستريتور. الناس دي تعرف تدير الدنيا بس مش هتعرف تعمل كل حاجة صح، يعني ما عندهمش الخبرة اللي تخليهم يعملوا الحاجة صح. فيروحوا الشركات دي تروح للشركات الاوت سورسنج اللي موجودة في السوق. الشركات الاوت سورسنج دي بتبقى شركات عندها ناس سيستم ادمنستريتورز ونتورك ادمنستريتورز او سيستم انجينير ونتورك انجينير، ناس على هاي ليفل من الـ من الاكسبيرينس اللي موجودة في السوق وشغالين عندهم. اوبا الحق شركه بترول بلعيم عايزه تعمل دومين كنترولرز عندها، وعايزه تعمل اكستشينج، وعايزه تعمل باقي الاي تي سيرفيسز الموجوده عندها. ابعت على طول مهندسين الشبكات، ابعت على طول مهندسين السيستم، روحوا شركه بترول بلعيم اقعدوا مع الاي تي مانجر، اقعدوا اتكلموا. هوبا نزل الراجل البري سيلز، البري سيل اللي هو الراجل اللي بتاع المبيعات، بيروح يظبط شويه مع الاي تي مانجر، يقول له خلي بالك بقى الناس التكنيكال جم يتكلموا معاك وهينزلوا كذا 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 كذا. الراجل البري سيل دوت بيبقى عنده خبره اي تي او اشتغل اي تي غالبا قبل كده، وبعد كده نزل يشتغل سيلز، فبيروح يقعد يتكلم بشكل تكنيكال اكتر، بيكون فاهم، بيقول له الحاجات الموجوده عندنا هتكلفك كذا، وفي عقد صيانه وفي انستليشن وفي مش عارف ايه، يعني بيقول له كل حاجه. تمام. فالشركات الاوت سورسنج دي بتكون فيها الناس الانجينير. فاذا انت حضرتك مطلوب منك انك تطلع من مستوى الاسوشيت وتخش في مستوى الانجينير. طيب الانجينير ده ليه كورسين بس، ليه اتجاهين. يعني ايه؟ يعني في الحالتين انت هتاخد كورسين. احنا في الاول في الادمنستريشن خدنا 410 411 412، خلاص احنا زي الفل كده. قدامك بقى كورسين كمان، هتاخدهم في ايه؟ عامله بالظبط زي زمان ايام ثانويه عامه لما كان يقول لك انت هتخش علمي ولا ادبي. فهنا بيقول لك عندنا الاكسبرت ليفل، عندنا السيرفر انفراستراكشر، وعندنا الديسكتوب انفراستراكشر. الاولاني بيركز على الجزئيه الخاصه بالسيرفر، تمام، الانستليشن والسيرفيس الخاصه بالسيرفر. وده انت لو قررت تاخده هتلاقي ان انت بتاخد كورسين، هما ديزايننج اند امبلمنتنج سيرفر انفراستراكشر اللي هو 413، والكورس رقم 2 امبلمنتنج اند sorry implementing an advanced server infrastructure اللي هو 414. اما الكورس الثاني او الاتجاه الثاني الديسكتوب انفراستراكشر، ده بيركز اكتر على اجهزه اليوزرز، يعني ازاي هتمانج الدنيا بتاعت الديبلوي بتاعت السوفت وير والديبلوي بتاع الاوبريتنج سيستم، وازاي هتمانج الدنيا دي. تمام. فدي هتاخد فيها كورسين، هما الامبلمنتنج ديسكتوب انفراستراكشر 415، والimplementing desktop application environments ده 416. في الوطن العربي بتاعنا في التفكير بتاعهم بيقول لك على طول ان الراجل اللي بياخد desktop infrastructure ده راجل هيلب ديسك. هو بصراحه لو هيلب ديسك مايكروسوفت كانت قالت لك ده كورس هيلب ديسك، بس الموضوع اكبر بكتير قوي من كورس هيلب ديسك. الراجل الهيلب ديسك بيعمل ايه يا جماعه؟ الراجل الهيلب ديسك بينزل ويندوز، تمام، بياخد ايمج من ويندوز، بينزل سوفت وير لليوزر، بيكونفيجر اي سوفت وير اليوزر عايزه. لكن هل الراجل الهيلب ديسك دوت يقدر يديبلوي سوفت وير على 1000 جهاز وهو قاعد في مكانه؟ يقدر يمانج الكونفيجريشن مانجر سيرفر وهو قاعد في مكانه؟ يعني ما الحاجات دي ليها علاقه بالديبلويمنت على الاجهزه بتاعت اليوزرز.
فاعتقد ان الموضوع مختلف بشكل كبير قوي. فانت ليك الحرية انك تختار ما بين الاتنين، ولكن في الوقت الحالي احنا حاطين الخطة بتاعتنا ان احنا هنشرح اول 5 كورسات 410 و11 و12 و13 و14. الخمسة دول هم اللي هنشرحهم في الكورس بتاعنا بإذن الله. اول كورس عندي هو ال 410 Installing and Configuring Windows Server 2012. حضرتك عشان تذاكر صح يفضل انك تمشي بالاسلوب اللي انا ماشي بيه. انا دخلت على الويب سايت بتاع مايكروسوفت وجبت الكورسز اللي موجوده عندها، رحت على 410 لقيته بيقول لي خلي بالك يا استاذ. خلي بالك من ايه بقى؟ ان 410 دول، 410 دوت في حاجه اسمها في سكيلز ميجرد، يعني مقياس المهاره. انا ازاي كطالب اقدر اعرف ان الانستراكتور اللي موجود قدامي بيتكلم صح ولا غلط، او الانستراكتور ده اداني الكورس بشكل كامل ولا ضحك عليا، تمام؟ وازاي اقدر اعرف برضو ان انا لو دخلت الامتحان هنجح بسهولة ولا لا. فحضرتك بيديك مجموعة من النقط، 6 نقط قدامك اهم. قالك ال6 نقط دول لو بعد الكورس بصيت فيهم لقيت ان انت خدت الكلام اللي موجود فيهم يبقى انت كده خلصت الكورس. ال6 نقط دول بيتكلموا اول حاجة على الانستليشن بتاع السيرفر، تاني واحد خاص بالرولز والفيتشرز الموجودة في السيرفر، تالت واحد بيتكلم على الهايبر فيو والفيرشواليزيشن والكلام ده كله، رابع واحد بيتكلم على الديبلويمنت بتاع السيرفيس على الخاصة بسيرفر كور، والخامس بيتكلم على ازاي تنزل وتدير الاكتف دايركتوري، والسادس بيتكلم على الجروب بوليسي. طبعا انت حضرتك مش فاهم حاجة من اللي انا بقوله لان الكلام ده هيتقال في وقته ان شاء الله بالتفصيل. هما 6 حاجات. يعني واحد يجي يقول لي يعني يا باش مهندس يعني انا لو عرفت 6 حاجات دول انا عرفتهم يبقى انا زي الفل. طب خلاص انا عارف الاكتف دايركتوري، يعني انا عارف اول واحد خامس واحد سوري. ما هو الموضوع مش كده، انت فاكر ان هما 6 بس كده وخلاص، كل واحد جواه بلاوي. يعني لو خدنا اول واحد اللي هو انستولينج اند كونفيجر سيرفر، افتح بقى النقطه اللي على اليمين دي اهي، يبقى عندنا هذه الاشياء، تمام؟ الاشياء دي بعد ما نخلص الكورس تقعد تبص كده في كل واحد على حده، يا ترى انا عارف الكلام ده ولا مش عارفه. فحضرتك لما تيجي تذاكر لازم قبل ما تذاكر تظبط الدنيا، زي ما انا قبل ما ابتدي الكورس رحت مظبط الدنيا وعامل الفايل دوت وحاطط فيه الاوتلاينز بتاعتي وحاطط فيه الكورس بيحتوي على ايه عشان لما اشرح اعرف انا واقف فين، تمام؟ طيب بعد كده لينا الجزئيه الخاصه بالباوربوينت. عندنا مجموعه ملفات الباوربوينت اللي هنشتغل منها، وكل واحد لما نخلصه ان شاء الله هنعلم جنبه كده علامه صح عشان نعرف احنا خلصنا ايه وما خلصناش ايه. البي دي اف فايل ده اللي ليه علاقه بيا انا، اللي انا هذاكر منه او اللي انا هشرح لكم منه هذا الكورس. فاذا احنا متفقين الدنيا بالنسبه لنا هتمشي ازاي بالنسبه للكورس، وسواء اذا كنت شغال معايا انا او شغال مع غيري، تمام؟ وهنكون صرحة مع بعضينا، يعني في بعض الجزئيات هضطر ان انا اجري فيها لان هي ليس لها اهمية وليس ومش مشروحة، وفي جزئيات مش مشروحة داخل الكورس انا هضطر اشرحها بالتفصيل لانها بتكون بتؤثر على جزئية اخرى في هذا الكورس. ياريت نهتم بهذا الكلام، ياريت حضرتك تركز كويس قوي في الحلقات وما تملش وما تزهقش وما تقولش انا مش هفهم انا مش هعرف. لو انت مش هتفهم ومش هتعرف امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بشرح لك من البدايه، هتلاقي مبادئ المبادئ، بشرح لك مبادئ المبادئ عشان تفهم، عشان اقول لك الانفورميشن الجديده عامله ازاي. ما تخافش من الانجليزي، الانجليزي بعد كده هتبقى عامل زي الدكتور تلاقيه بيتكلم مصطلحات، هتلاقينا بنتكلم بنقول كتير قوي انستليشن ريبليكيشن اوثرايزيشن اوثنتيكيشن كلام كتير قوي. يعني يا باشمهندس الاي تي دوت احط اي كلمه واحط بعديها ايشن؟ لا طبعا الموضوع مش كده، بس ما تخافش من الانجليزي، الانجليزي دوت يعني لغة زي اي لغة يا جماعة. طول ما انت خايف ان انت مش عارف تتعامل بالانجليزي يبقى عمرك ما هتتعلم. العلم اللي احنا بنذاكره دوت، الكتب اللي احنا جايبينها بنذاكر منها هي كتب بالانجليش. لو قعدت تقول انا مش عارف افهم انجليزي يبقى انا هروح اخد الاول كورس انجليزي وبعدين هاجي اخد كورس الاي تي، طب ما انت بتضيع وقت، انت في الفترة دي هيكون فاتك كتير. فما تخافش، ادينا بنتكلم مع بعض وبنترجم، والكلمة اللي متعرفهاش اكتبها على جنب كده واكتب جنبها معناها بالعربي عشان تركز فيها بعد كده، وانت واحدة واحدة الدنيا تمشي معاك. يعني بلاش تقعد تفكر في كيفية وضع عوائق امامك في فهم الكورس.
انا عايزك تفكر بس في ان انت ازاي هتطبق الكورس وازاي هتشتغل معايا، وان شاء الله احنا بنشتغل مع بعضينا ونتابع مع بعضينا، والكورس اهو ماشي معانا، وان شاء الله ننتج نتائج كويسة من هذا الكورس. اشكركم على حسن استماعكم، باذن الله القاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.